أهلاً بكم أعزائي الكرام لازلنا ضمن سلسلة دراسة أصول القرآن باعتباره كتاب القراءات والفصول لكسيناريوم أو لكسيناريوس أي كتاب لترجي للصلوات وهو على نمط كتاب القريانة عند السريان فلو استطاع الباحث عند دراسته للقرآن التخلي عن فكرة مصدره السماوي واعتباره نصا أدبيا ثقافيا تاريخيا يستحق كل الاهتمام والعناية من أجل قيمته الروحية عند المسلمين وكذلك التخلي عن فكرة أن العرب كانوا وثنيين يعبدون الآلهة كاللات والعزة ومنات في عصر الرسول محمد بخلاف ما كانوا عليه كما رأينا وسوف نرى لأن معظم العرب كانوا موحدين بالله في عقيدتهم الابراهيميه رويدا رويدا بعد القرن الرابع الميلادي كنصارى ومسيحيين خاصه عندما تبنت الامبراطوريه الرومانيه العقيده المسيحيه كديان الرسميه للدوله ابتداء من عصر قسطنطين الاول يستطيع الباحث كذلك بسهوله معرفه اصول القران ووظيفته بين العرب وكذلك ان يفهم الاشكال الذي وقف سدا منيعا في وجه ظهور الحقيقه التاريخيه لاصول القران وتاريخ العرب وما انتابه من تشويه وتعدي جائر بدا يترسخ ابتداء من العصر العباسي فاسندوا مهمه تفسير القران وتاليف السيره النبويه وكل ما يتعلق بالفقه والشريعه لشخصيات غير عربيه عاشت بعيده زمكانيا عن الاحداث التي ذكرها القران والجغرافيه الدينيه للعرب فصوروا لنا ان العرب في عصر الرسول محمد كانوا يعيشون حياه روحيه مشوهه باعتبارهم عبده الاصنام والاوتان يعيشون جه... جاهلية جهلاء وضلالة عمياء يدفنون بناتهم على قيد الحياة ولا يعرفون مكارم الأخلاق فكل هذه الإدعاءات كان الهدف منها تأسيس ديانة جديدة اسمها الإسلام صنعوا لها أسطورة محبوكة تستحق تصديق وجعلوا من مجيء محمد بداية جديدة لتأسيس دين جديد تشرع لهم الأحقية بالخلافة والتوسع الجغرافي على حساب الشعوب المسالمة الضعيفة وإباحة أموال أموالهم وسبي نساءهم واستعباد أطفالهم ثم في نهاية المطاف الاستقلال الروحي التام عن اليهود والنصارى مقتطعين الأحداث المذكورة في القرآن عن سياقها التاريخي. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوه كيف كان العرب فيما يسمى بالجاهليه؟ وهل يمكن القول بان القران هو فعلا كتاب قراءات وفصول بلسان عربي مبين؟ للرد على هذين السؤالين يجب الاستعانه بالوثائق التاريخيه الماديه التي تعود لتلك الفتره. اي الى القرن السابع الميلادي، والتي تتحدث عن العرب قبل الاسلام، وكذلك من خلال شهاده القران نفسه عن حياه العرب الروحيه والعقائديه، بصفته الكتاب الذي جاء اليهم، الذي يمكن استنباطهم من الايه الرابعه من سوره ابراهيم، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. الى اخره وكما قلنا في الحلقه السابقه فالعرب كانوا اميين ليس بمعنى انهم لم يكونوا يعرفوا القراءه والكتابه كما صورهم التراث العباسي ولكن بمعنى انهم ليس لهم كتابا مقدسا بلغتهم ك آه، كاليهود وكالمسيحيين فجاء القران ككتاب القراءات والفصول من الكتب المقدسه السابقه بلسانهم أي بلسان عربي مبين لم يعثر على أي كتاب لترجي للصلوات بلسان عربي رغم اعتناق معظم العرب للمسيحية بمذاهبها وطوائفها المختلفة على فترة امتدت أكثر من ثلاث قرون قبل ظهور الإسلام فالسريان كان ولا زال عندهم قريانة وعند الأقباط كتاب الأقبية ومصحف صلوات عند الاحباش فلا شك ان العرب المسيحيين سبحوا الله بلسانهم في كنائسهم واديرتهم قبل الاسلام بالحان دينيه وصيغه شعريه جميله حفظوها عن ظهر قلب ورددوها في ترانيمهم ودعائهم وصلواتهم والنص القراني لا زال يحمل بصمات من هذه الأدعية والترانيم فصورة الفاتحة على سبيل المثال تعتبر صلاة للدعاء يفتتح هذا الدعاء بصيغة التتليت اللاهوتي باسم أو بشم الله الرحمن الرحيم ثلاث كلمات جاءت بالتعريف الله كلي الألوهية الرحمن أي الرحمة الحقيقية الرحيم أي الحنان الرؤوف ملك يوم الدين أي صاحب السلطان على كرسي الحكم يوم الدينونة كما يقول القاضي في المحكمة باسم جلالة الملك أو باسم القانون إلى آخره إياك نعبد وإياك نستعين أي أنت أيها المؤمن تعبد الله الرحمن الرحيم وتستعين به اهدنا الصراط المستقيم طلب الهدايه والطريق الصحيح، طريق او صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اي طريق النعمه والخلاص غير طريق الاشرار والمنحرفين. فهذا الدعاء لا يرقى لان يكون كلام الله، فهو مجرد دعاء وصلاه مؤمن تجاه ربه. ربما لا تظهر بصمات التراث الديني العربي القديم في هذه الصورة لكن نجد في صور صغيرة أواخر القرآن من حيث الترتيب هذه البصمات فإعادة قراءتها قبل التنقيط والتشكيل والهمز حيث نجد على سبيل المثال صورة العاديات فقد عاد الدكتور يونس منذر قراءتها بحسب السياق اللغوي فقدم لنا هذه القراءة والغاديات صبحا من الغدو مصدر غدا اي الصبح ما بين الفجر وطلوع الشمس وهي اشاره لفتيات غاديات قبل طلوع الشمس الى معبد الاحتفال الديني بدل من العاديات ضبحا من من العدو اي الجري السريع وفقهاء الاسلام فسروها بالخيول لتبرير الغزو ثم المغيرات صبحا حيث يقول الدكتور يونس موندر إنها أضيفت لتلك الغاية فالموريات قدحا أي المشعلات نورا يشعلن قناديلا وشموعا فأطرنا به نفعا أي ليس هو النقع وليس هو الغبار كما يفسره علماء الإسلام لغياب تقدير ضمير به على ماذا يعود فعلماء الإسلام يقدرونه بالوادي غير أنه لا ذكر له في الصورة أما في القراءة الأولى فالضمير به يعود على النور الذي أشعلته هؤلاء النسوة أو الفتيات فوسطنا به جمعا وسط هنا ليس فعلا وكلمة وسط في القرآن معناها الأفضل والأحسن كما جاء في سورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا إلى آخره، أي خير أمة، وبالتالي فوسطنا به جمعا أي يتوسطنا بهذا النور وبهذه الشموع جمع المؤمنين. وهذا المشهد الجميل هو من الاحتفالات والأعياد الدينية لتظهر طقس التعبد الاحتفالي. ولا زالت بعض الكنائس التقليديه القديمه تحيي هذه العادات القديمه الى الان في اعياد الميلاد على سبيل المثال ولا دخل للغزوات والغارات على الامنين في بيوتهم لتبريرها امام هذا المشهد الاحتفالي الجميل فالقران ينقل لنا مشاهد وقصصا ووعظات وتشريعات كانت موجوده قبله بلغات مختلفة كالعبرية واليونانية والآرامية فينبهنا على أن ما أتى به هو تفصيل وتيسير بلسان عربي مبين. وبالتالي ليس من الغرابة أن يعيد ويكرر 12 مرة أنه جاء بهذه الفصول والقراءات بهذا اللسان لقومه العرب وذلك في سوره يوسف الايه 2 الرعد 37 النحل 103 طه 113 الشعراء 195 الزمر 28 فصلت 3 وكذلك 44 الشورى 7 الزخرف 3 الاحقاف 12 فما معنى ان يشير كتاب ولعده مرات الى اللغه المكتوب بها نكتفي بهذا القدر والى تكمله الموضوع في الحلقه القادمه والى اللقاء